بسم الله الرحمن الرحيم. تعرفنا بالفيديو الأول على واجهة المستخدم الرسومية، على الأداة جايد، شفنا كيف ممكن نوصل للملف ام فايل، نشوف التوابع الرئيسية، تعرفنا على الأداة الاين. هلا خلينا ناخذ مثال بسيط نتعرف من خلاله على أهم التوابع، على أهم الاستدعاءات وعلى كائنات بسيطة. رح ناخذ برنامج جمع عددين. الكائن edit text رح يسمح لي بإدخال أرقام، محارف، رموز، رح يتعامل معه بشكل دائم على أنه string أي محارف. رح أستفيد منه لإدخال الأرقام. رح أدخل الرقم الأول بالكائن بالأوبجكت الأول والرقم الثاني الاوبجكت الثاني، وراح اطلع النتيجة بالاوبجكت الثالث مثل ما شايفين. هعمل له محادثة مثل ما تعلمنا بالدرس الاول بالفيديو الاول مثل ما شفنا. هلا بنلاحظ لو دخلت على هون بالاعلى حلاقي شيء اسمه خصائص او من خلال بروبرتي انسبكتور، رح لاقي خصائص الأساسية للواجهة للكائنات. لو دخلت ضغطت على الكائن edit text رح لاحظ رح تظهر خصائص هذا الكائن. رح لاحظ عندي مجموعة كبيرة من الخصائص، تبدأ بال background color اللي ممكن اختاره اللون اللي بدي اياه، ممكن لون الخط او ال foreground color ممكن اختاره مثل ما شايفين، غير لون الخط، رجع اصفر. عندي ال horizontal alignment انه عندي المحاذاة عندي center على المركز، الموضع ال position x y with height. عندي ال string فممكن خليه انتر فير نم. والتاج راح اضغط على سبيل المثال نم 1. فبهالحالة صار عندي الكائن الاول له انتر فير نمبر والتاج نم 1. لو ضغطت على الكائن الثاني راح تطلع خصائص الاوبجكت الثاني، ممكن بنفس الطريقة اغير اللون، ممكن اغير الكتابة ضمن السترينج، ممكن اخليها انتر سكند نم، خلي التاج نم 2. ممكن الكائن الثالث الاوبجكت الثالث يكون result، نخلي يغير اللون، ممكن نخليه باللون الاحمر r e color result. رح نضيف عنصر push button، اعمل محاذاة حسب center، أسمي هذا العنصر find result. ما بيهمني التاج تبعه. راح أخلي لون خلفية الواجهة ككل. رمادي. من خلال جي اي اوبشن اخلي في امكانيه لتكبير وتصغير الواجهه. راح اضيف قبل ما احفظ، راح اضيف القوائم قائمه هسميها فايل، تاج تبعها فايل، أدوات تسريع رح أتركها
بدون أدوات تسريع، راح أضيف قائمة ضمنه أو عنصر ضمنه أسميه open. open راح أخلي للتسريع Ctrl O، راح أحفظ الواجهة راح أسميها Add Draw. راح لاحظ عندي التوابع، التابع نمبر 1 الكول باك والكرييت فانكشن، نمبر 2 الكول باك والكرييت فانكشن، الاوبن من المنيو الكول باك، البوش بوتوم كول باك، والريزلت كول باك والكرييت فانكشن. بيهمني العمليه راح يتم تنفيذها بعد التاب الكائن بوش بوتوم. ملاحظه، واجهات المستخدم الرسومية تعمل بمفهوم يسمى البرمجة المقادة بالحدث، يعني وقت الضغط على بوش بوتوم راح يتم تنفيذ الكود البرمجي الموجود ضمنه. الكود البرمجي الموجود ضمن الكود البوش بوتوم راح احطه ضمن التابع المسمى كول باك. من خلال الضغط في اليمين فيو كول باكس راح يطلع لي كول باك، راح لاحظ التابع functions بوش بوتوم واحد كول باك كائنات. احط الكود اللي بدي اياه، اكس اللي هي قيمه الرقم الاول راح اخذ قيمتها من خلال التابع جيت، راح يحصل على القيمه، راح اشر بالتابع جيت لل الكائن يلي هاندل اداه تاشير للكائن نمبر 1 يلي التاج تبعه NO1، راح يجيب لي string. ونفس الشيء الواي ال NO2 راح يجيب لي كمان string. هلا القيمة اللي اخذتها str اختصار لstring 2 double راح احولها لقيمة رقمية، وبنفس الطريقة str2 double صار عندي قيمتين لx، قيمتين x وy قيم رقمية بعد ما تم تحويلها من خلال تابع str2 double لقيم من قيم محرفية لقيم رقمية. رح نفذ العملية ولتكن str عفوا x زائد y، رح اسند القيمة من خلال التابع set لhandle.result الاوبجكت التالت رح تطلع عليه النتيجة. بدي احط لي string بالخاصية string يظهر لي القيمة زر. لاحظ هلا لو شغلنا رح يطلب مني ادخل القيمة الأولى، رح اضغط مثلا 2 ادخل، يطلب مني ادخل القيمة الثانية رح ادخل 4 مثلا، find result رح يعطيني 6. مثل ما شفنا فايل سمحت لي انه فايل، هلا نحن هون مو مجهزين اي كود برمجي بس انشاء القوائم بشكل بسيط من خلال مثل ما شفنا. عندي امكانيه لجعل الواجهه ضمنيه ضمن برنامج الماتلاب مثل ما شايفين. هي مثال بسيط على التعامل مع الواجهات، تعرفنا على كيفية خصائص على خصائص الكائنات بشكل عام، على الخصائص الرئيسية للواجهة، تعرفنا على الاستدعاءات، على الاستدعاء أهم الاستدعاءات هو الاستدعاء كول باك أو الاستدعاء، تعرفنا على التابع STR to double، تعرفنا على التابعين get to set، تعرفنا على بنية التأشير handle.